التطورات الميدانية في دمشق وريفها. معنا براء الدمشقي مراسل شبكة شام من ريف دمشق. بعد التحية سيد براء، يعني ما هي آخر التطورات الميدانية الآن في دمشق وريفها؟ أخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، اليوم إن بدأنا بأحياء دمشق، دعني أبدأ بأحياء دمشق الجنوبية. القصف، أما عن القصف فليس هناك جديد كالعادة. كنا نقول سابقا قصف عنيف، دعني اليوم أقول لك مئات القذائف تتساقط على أحياء العسالي والمادني ومنطقة بورسعيد في حي القدم. تعزيزات ضخمة أحضرتها قوات النظام اليوم من ميليشيات عراقية وإيرانية ولبنانية إلى هذه المناطق لفتح الأوتوستراد المغلق منذ 5 أيام. أخي، أنا اليوم كشاهد عيان أشاهد قذائف وصواريخ لأول مرة، أشاهد هكذا تدمير تحدثه. أخي والله إن أرادوا أجسادنا أن تكون جسرا لعبور المحاصرين من نساء وأطفال وشيوخ في جنوب دمشق، جعلناها جسرا لعبور هؤلاء المحاصرين. أخي، اليوم تم توزيع عدد من الحصص الغذائية في مخيم اليرموك. بالفعل كان هناك توزيع تقريبا كعدد تقريبي حوالي 500 حصة تحت إشراف موظفي الأونروا، وكعادته النظام بدأ كالطفل الوديع في معاملة هؤلاء الأناس أمام الكاميرات التشبيه الإعلامية التي أحضرتها قوات النظام. أخي، نعم، اليوم يعني سيد براء، يعني وردت أنباء عن تعرض قافلة المساعدات التي دخلت إلى مخيم اليرموك لإطلاق نار، هل من تفاصيل لديك؟ أخي الكريم، قوات النظام دائما تقوم بإطلاق النار على هذه القوافل لكي تظهر أن هناك مسلحين قاموا بعرقلة توزيع هذه المساعدات. أخي رجاء، المعارضة والقنوات الإعلامية إن ذكرت الحصار والجوع اليوم، دعني أنوه قليلا إلى هذا الأمر، إن ذكرت اليوم الحصار والجوع في سوريا تكلموا فقط عن حمص، وإن تكلموا عن دمشق ذكروا فقط الغوطة الشرقية، وإن تكلموا عن الجوع والحصار في جنوب دمشق أضاءوا الشموع فقط لمخيم اليرموك. لماذا أخي؟ أما أنا اليوم عندما أشاهد التقارير الإعلامية عن هذه المناطق السابق ذكرها باستثناء مخيم اليرموك، إن قارنا بين هذه المناطق وأحياء دمشق الجنوبية، أرى الفرق الشاسع ولا مجال للمقارنة. أخي الكريم، جنوب دمشق اليوم ورق أشجار لم يبقى فيه، والله ورق أشجار لم يبقى فيه. أخي، أنا اليوم أتأسف على هكذا معارضة، ولكن بإذن الله الشعب السوري الثائر، وضع كلمة ثائر بين قوسين، سينتصر أقسم بالله رغم أنف كل متآمر. أخي والله هذا، لماذا هذا التآمر على جنوب دمشق؟ أخي في مخيم اليرموك فقط اليوم 5500 عائلة محاصرة. أحياء دمشق اليوم يوجد فيها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد براء الدمشقي مراسل شبكة شام، كنت معنا من ريف دمشق. أعلن مجموعة